لا تزال مدينة الحديدة اليمنية الواقعة غرب اليمن تتعرض لحملات تهجير قسري طالت الأهالي في مناطق مختلفة. تأتي في مقدمتها مدينة حيس جنوب اليمن، حيث أقدمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتهجير عشرات الأسر في القرى الواقعة شرق وادي عرفان، وحولت منازلهم إلى دكانات ومقرات عسكرية لعناصرها. الحياة تعيس أصبحت عند المواطنين الذين يعيشون في ظل هذه المجموعة، وأصبح المواطن يعني محاصر ما بين الجوع والمرض والخوف. اعتقالات تكون يومية، تعسف، تعذيب، تجويع، حصار للمواطن، حصار في الكلمة، وحصار في اللقمة أيضا. السلطة المحلية بمحافظة الحديدة تقول أن ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران دمرت عشرات المنشآت الصناعية والتجارية، ولم تسلم أيضا المساجد والمناطق الأثرية من حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية العبثية. هو قصف للأماكن البعيدة عنها تقصفها، لكن الأماكن التي هي تقترب منها أو تكون تحت سيطرتها هي تفجرها، سواء كان منازل أم مساجد أم أي أثر قديم تحاول أن تطمسه، لأنها أصلا جاهلة ولا تعي أهمية هذه الأماكن الأثرية العظيمة. وتعيش مدينة الحديدة منذ اقتحامها من قبل ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية أوضاعا مأساوية في غاية الصعوبة، وتشهد موجات نزوح وتهجير قسري لمئات الأسر التي نزحت إلى المناطق المحررة. لقناة الإخبارية، عبد الفتاح غلاب، عدن.